هذا جسر الفتحة وهذا الجسر الحكومي، الجسر الحكومي ما حد مسلحه، وهذا الجسر حاليا كل اللي يعبر من هاي الصفحة ياخذ 5000 وترجع عليه من وراء ساعة ياخذ 5000. هالدولة إلها علم هذا الشيء؟ هذا جسر الفتحة يقول واحد مأجره مسويه على حسابه يستثمر به، يربط البي اي جي وش اسمه دربان هاي اسمه الفتحة والفتحة وهذا الجسر الرئيسي ما حد يسويه، وهذا على اساس مستثمر يسمونه بخيري يا محافظ صلاح الدين. شوف هذا يا سيادة رئيس الوزراء ذا الدجلة، شوف الاتجاه هذا الكشك منه، شوف شوف هاي المدخل منه، هذا المدخل ما يطوب اذا ما ياخذ 5000 الجسر وترجع ياخذ منك 5 ايش قد 5000 دينار بس تعبر ترجع، بس تعبر وترجع ياخذ 5 بالراحه و5 بالجاي. عجيب 5000 دينار هذا، وهذا الكشيك نقول له من هذا حكومي واهلي، يقول اهلي يعني معقوله الدوله هذا الشخص تريدون هسه وقف هاي السياره جد راح ياخذ منه 5 هاي هسه وقفت 5000 معقولة يا سيدة رئيس الوزراء؟ يعني الدولة ما عدتها تسوي لها جسر مواطن يسوي جسر ويسلمون بالناس 5000 5000؟ والله عيب على الدولة، عيب على الحكومة. يا رئيس الوزراء تعالوا شوف بعينك القنوات الفضائية، تعالوا شوفوا بعينكم. شوف هسه هذا راح يدفع 5 هذا 5000؟ اي يدفع 5 يلا يطب لي الجسر، كمل يدفع 5000 يلا يعبر الجسر. والله شنو هذا الجسر أهلي زين، شنو اهلي والحكومه وين؟ لعدو الكائنات وين؟ والمحافظ وين؟ والدنيا وينها؟ شنو 5000 يعبر الجسر؟ يعني هاي حكومه بالله عليكم؟ حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشه الرافدين حتى نسمع ارائكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقه من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بينا من داخل العراق من زاخو حتى الفاو على واحد من ذني أرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة، فبأي لحظة من لحظات البرنامج تقدرون تتصلون بينا على واحد من ذني الأرقام الاثنين. أما من يسكن دول المهجر أو الأشقاء العرب من الخليج العربي حتى المحيط تقدرون تتصلون بينا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة، فعندكم ذني رقمين. حتى أبناء الداخل إذا ما حصلون على ذني أرقام يقدرون يدقون على ذني الأرقام، ذن الأرقام الأربعة فقط مخصصة للاتصال. أما هذا الرقم اللي راح يظهر هنا هذا رقم الواتساب، رقم الواتساب إخواني الأعزاء دا يجي هواية عتب، يقول مثلا شخص يقول أنا دا أدزلكم فيديوهات أنتم ما تظهروها على شاشة الرافدين، أنا دا أدزلكم أشياء أنتم ما تطلعوها. أخوي العزيز هذا الرقم رقم البرامج، أكو بالشريط الأبيض اللي تشوفه جوا اللي دا يطلع هسه الأخبار، أكو نافذة اسمها نافذة أنت ترى، تقدر تتابع هاي النافذة بها رقمين تليفون، رقمين بهن واتسابات، تقدر تدز الفيديوهات مالتك أنت أو أي مواطن بالعراق، أي فيديو يريد يظهر على شاشة الرافدين يقدر يتابع هذا الشريط اللي أبيض الجو ده يمشي ويدز لنا فيديوهاته. أما هذا الرقم اللي تشوفوه أمامكم هذا فقط رقم أنت ترى هياته صار جوه، تقدرون تتابعون هاي النافذة أنت ترى لإتاحة المشاهدين إرسال مقاطع مصورة وعرضها على شاشة الرافدين. أكو رقمين تابعوهن ذن الأرقام. أما رقم الواتساب اللي خاص بالبرنامج فقط للرسائل، فلا حد يعتب علينا ولا حد يزعل علينا، وما أقدر أستقبل به لا اتصال ولا رسالة صوتية. كنا صغار نتابع رسوم متحركة، وأكو قصة نسمعها هي أليس في بلاد العجائب، بس بال 2022 يتحول العراق الى عراق بلاد العجائب. هاي جديده، جسر اهلي، جسر تابع المستثمر، يعني الجسر الحكومي. الفيديو اللي طلع يقول ذاك الجسر الحكومي مهدم من سنه 2004، يعني 18 سنه اكو جسر اهلي، ويقول السيارات اللي تعبر بالسايدين ياخذ 5 منا و5 منا، يعني إذا أنت عبرت من هالصوب لهالصوب وكملت شغلتك ورجعت تطلع 10000 دا تعبر دا ترجع لأهلك. أدري بيا زمن عايشين. السؤال الثاني، يعني النكتة اللي هي الأكبر، جباية من مستثمر على طرق من المفروض أنه هاي الطرق مملوكة للدولة، ما صايرة. النكتة الأكبر من هاي انه سيارات الشرطه والجيش تدفع الجبايه اللي هي ال 5000 وال 10000. فهذا راح يخليني اسال سؤال،
يا ترى هذا الجسر المن مملوك بحيث الجيش والشرطة يدفعون فلوس؟ غير هيك يعني، فلنفرض مستثمر اجى قال للدولة يا باني اسوي لكم الجسر وابني لكم هذا الجسر، ومن 2004 ل 2022 نقول 15 سنة في 12 شهر، يعني الارقام خيالية، 180 شهر، اذا قلنا في 30 يوم زين هاي 5400 يوم، اذا قلنا باليوم الواحد عبرا 10 رايح جاي 20 50 سيارة رايح جاي هاي 100، يعني انت عندك بهال سنين هاي كلها 540 الف عبرة، في 5270 مليار اذا حسبنا مال 15 سنة. لو نفرض انه جاي مستثمر وقال ابني لكم الجسر ويا بطلع فلوسي جباية من الناس لحد ما اطلع فلوسي واسلم الجسر للدولة، ما خلصت فلوس الجسر هذا؟ ترى الجسر صغير حق سيارة رايحة سيارة جاية، يعني اللي يعبر الثاني ينتظر على السايد الثاني، مو سايدين الجسر، ولا جسر نظامي. فأنا أرد أسأل أسئلة هواية من ضمنها هذا الجسر المن تابع بحيث سيارات الجيش والشرطة تدفع الجباية مالته وطبيعي والأمور ماشية. شغلة ثانية، ليش المسؤولين ساكتين عن هذا الأمر؟ مسؤولين إن كانوا بهاي المحافظة أو بهاي المحافظة أو بالمركز. شغلة الثالثة والأهم، أنه الطرق مو مملوكة للدولة، المفروض الناس اللي عايشة بالبلد ما تدفع شيء على طريق. ليش الناس ساكتة على هذا الأمر؟ أحمد من بيجي حياك الله. أحمد؟ ألو. ألو. مرحبا عن الساد. أسمعك غاتي. والله أنا من منطقة قديمة وصار حوالي 20 سنة بالمنصب. أبو طرانة أو يعني أنا وين راح أوطي وجهي إلنا أوطي وجهي هاي من الشد تلعب وستوب العراق كيف هم نحكينا بعربانهم ترجع وأنا كتمت والله مدخنة ثاني بالمنصب. ألو وياك إيه وأنا ما عندي قال الله بجد أولو الخيرين هالطيبين حتى يرجعوني على السكوب ما نعم ألو إيه إيه والله ما عندي قال الله وندم وأنا قديم بالمصفان يعني أمنا التسعينات نعم اي والله وما عندي لا قدر الله وانتم وانا في حالتي واقع من مواقع وانا دوم بلسكم نعم شكرا لك اخ احمد ان شاء الله يا ربي اللي يعني في خصوص قضيتك اللي مسؤول عن هذا الامر يجيبك على هاي القضيه شكرا جزيلا لك اسامه من كركوك حياك الله يا اسامه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الكرام أستاذ أفر الشامك أخوي أشكرك على هذا البرنامج الطيب هلا بيك يا الغالي أصغاليك بالنسبة للموضوع حلقتكم حول هذا الجسر أستاذ أخ أفل نعم هذا أكيد هذا الجسر مملوك لأحد الأحزاب السياسية الدينية تحديدا لأن ما طول الجيش والشرطة سيارة الجيش والشرطة تتلع جباية إذن هم أعلى من الدولة وأعلى من السلطة وعلى نعم. من رئيس الوزراء نعم الله عليك فمملوك للأحزاب السياسية أستاذ أمل لا تستغرب هذا يحدث خلع رغام لا تستغرب من دولة كل شيء سوى جباية لأن فلوس النفط توزعينها بيناتهم فيزودون سرقاتهم بالجبايات والجسور بعد كم يوم يكون راح حتى المدارس يسوونها جباية والمستشفيات أنت لا تستبعد بالعراق شيء وإذا تسمعنا أستاذ أسمعك أخوي اليوم صبحنا بخبر وجهت الخارجية مطار بغداد مقصوف بصواريخ فتوقع يا جسير يا أما يا سخام الليالي يا أستاذ أهل واجهت العراق تقصف بصواريخ ومن المنفذين
ميليشيات اللا دولة، يابا ما تقولون ميليشيات اللا دولة، يعني معقولة أقول يعني وين وصلنا وين رحنا. وأنا أشكرك أستاذ أفد ورحم الله والديك. حياك الله أخويا أسامة. علي من السماوة، حياك الله يا علي. أبو علي أبو من السماوة يا أستاذ، شنو موضوع الحلقة اليوم؟ والله يا أخوي العزيز، أكو جسر بمنطقة ما بين محافظة صلاح الدين ومحافظة التأميم. هذا الجسر بمنطقة الفتحة شمالي قضاء بيجي، جسر أهلي تابع إلى مستثمر، يأخذ جباية من الناس. اللي يعبر الجسر من السايدين لازم يدفع 5,000 دينار. نعم، هذا الجسر لأن النفس العسكري عن ساشن الجيش السابق. نعم، اكو هندسة عسكرية اذا يسوون جسر خلال 24 ساعة تعبر العجلات العسكرية والمواطنين والمارة واهل المواشي كلهم يفرغون به. نعم زين، هاي حالة. حالة ثانية شاهدتها عند المتصلين لأي موضوع يصيرون راسن ينتقدون الشعب العراقي بأنه تابع لأفلام طائفة والأفلام، ترى احنا ما نتميز بالجنوب والشمال، كذلك الله داعينا كله واحد. أكيد معاناتنا واحدة. سمعتني؟ أسمعك. أكيد أكيد أخ علي. أبو علي نعم أبو علي من السماء عرفين؟ أكيد أخوي أبو علي. كل معاناتنا الشعب العراقي واحدة زين، وبعض المواضيع انا شاهدها بالقناه مالتكم، يعني يطلع واحد باوروبا وقال محمد وفلان وقال الشعب العراقي ثلاث ارباع مع التابعين لايران، هاي ترى ما تليق بينا ولا شعب تابع لايران. عرفت؟ بالنسبه لمعاناه الجسر والقنطره والكهرباء كلها الله وكيلك على فلت، وما بيها ما بيها شيء يسر الخاطر اليوم. تسمعني؟ أسمعك أخوي. الكهرباء، القنطرة، الجسير، الشاري، كفيلك الله أموال طائلة، مقدرات الشعب العراقي كلها راحت بيد السراء وبيد العملاء ولا يلحقنا منها شيء. عربي بطاقة تموينية زفت يسمونها السلة الغذائية، تتذكر تتذكر لا فوت البرلمان يالله كمية عدس. تسمعني؟ اسمعك اخوي وياك. فانت واحد من هاي مثلا انتقد راسي انتقد الشعب العراقي وقال والله تابع لايران، ما يليق بينا احنا عرب ومسلمين. بس اخوي العزيز ابو علي اذا تسمح لي، يعني ما في يوم انه صارت حادثه انه يجي طب شخص اتصل بالبرنامج وانتقد ابناء الشعب العراقي؟ لا 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 او عشائر الشعب العراقي وسمحنا له بهذا الشيء. نعم، بس ما انت سيف او حضرتك افل الصقر وياك. اسد افل الصقر وياك. نعم اتصل عليك واحد قال لك يا معود الشعب العراقي هم ثلاث ارباعهم تابعين لايران، لا والله ظلم نفسه، وانا ساعته حرق دمي وخابطت الولد اللي على التليفون قلت له هذا ما يرد علي، ليش هذا يقول الشعب العراقي تبعية لإيران وعملاء لإيران؟ بس إذا تنتظر أنا أتذكر هاي المكالمة. إذا تتذكر أخوي أبو علي بعدها رديت. نعم. قلت له لا العشائر العراقية واحد نسمح أنه يعني يتهمها، ولا أبناء الشعب العراقي تابعين إلى إيران، والدليل على ذلك ثورة تشرين وأبناء تشرين والانتفاضة اللي صارت بالعراق كلها ضد إيران وتنادي بإيران برا. فإذا ما سمحنا له أخوي العزيز. حلو، اشكرك وان شاء الله الامور الى احسن. بكي الله الشعب العراقي لا ما الله تزعله الى ايميز ما عندنا اللي قالوا شفتها القنطره هاي، انا التزمت بالجيش العراقي وما خليت تصبها الناحيه بالعراق، انا ما مجاوب بها بالجيش السابق. تمام نعم، وان شاء الله نخليها بالحسبان يعني، وما نسمح لاي واحد يتجاوز على ابناء الشعب العراقي على مود انه يعني تكون الصورة أوضح إلى جنابك وبقية أبناء الشعب العراقي اللي دي يشاهدون رافدين. شكرا لك أبو علي. أبو عراق من الفلوجة، حياك الله. السلام عليكم أخوي أستاذ أفد. عليكم السلام والرحمة والإكرام أغاتي. أستاذ العزيز لا تستغربون بالجسير وغير الجسير، يعني ترى مسألة عادية بالعراق، مسألة عادية صارت. أخرى وثانية عمي، هاي جهات اعلى من الحكومه، اذا اكو حكومه بس احنا ما عندنا.
لا شنو هاي بدها تحكم بالعراق وبدها تتصرف بامواله وبتتصرف بالمال العام وبارزاق الشعب العراقي؟ ويا يا ابو عراق ابو عراق تسمعني؟ يبدو ان الاتصال ابو عراق انقطع. الاخوان يقولون انه لا تستغربون ان اكو جسر يعني تابع الى مستثمر او احد. لا هي مستغربه يعني، المفروض انه نستغرب مو ما نستغرب، لانه مصايره. اكو دول في اوروبا مثلا او في اي مكان من دول العالم اكو طرق استحدثوها، انه اكو ناس مثلا حتى ما يطبون بالطرق الفرعيه، يطلعون في طرق مستقيمه يسموها الاستراد او يسموها السريع او يسموها ما يسموها، يدفع مبلغ من المال حتى يوصل بسرعه المكان اللي يريده، ما تكون متشعبه الطرق وبها ازدحامات. لكن حتى هاي الجبايه اللي تصير هي مو جبايه، هي عباره عن اجره يدفعها سائق السياره في اي دوله اوروبيه او دوله متقدمه حتى يوصل للمكان بشكل سريع ويخفف عنا الازدحام. لكن الاجره اللي دا يدفعها ما تروح الى مستثمر او تروح الى شخص او تروح الى جهه معينه، لا تروح للدوله. لكن ما يحصل اليوم اللي هو قمه الاستغراب انه اكو جسر بالعراق يملكه شخص. ما صايره بدوله انه اكو جسر يملكه شخص. ماكو باي دوله بالعالم انه اكو جسر مملوك الشخص. بس عندنا بالعراق هو جسر الفتحه. والمفروض انه الاخ يطالب انه يدخل قاموس جينيس كاول شخص بالعالم يملك جسر. فهذا المستغرب بالموضوع. شغله ثانيه، الفلوس اللي دا يدفعوها الناس ليش؟ يعني النكته انه قائم مقام بيجي محمد الجبوري يقول الجسر انجز من قبل احد المستثمرين وهو يربط محافظتي التأميم وصلاح الدين عبر قضاء بيجي، ومن المقرر ان تكون جبايه عبور السياره للجسر 1500 دينار، لكن المستثمر تجاوز التعليمات ويقوم بجبايه 5000 دينار عن كل سياره تعبر الجسر. يعني الاداره المحليه بالمحافظه تعرف انه اكو جسر بناء مستثمر. زين ليش سمحتوا انه جسر ينبني من قبل مستثمر؟ مو اكو عوارض طلعت بالتصوير الى جسر تابع للدوله، ليش ما صلحتوه؟ هاي رقم واحد. رقم اثنين، تقول هي كان من المفروض 1500 دينار على السياره، بس هو تجاوز التعليمات وضرب التعليمات مال الدوله بعرض الحائط وقام يعني يسحب فلوس او ياخذ فلوس من العالم 5000. وش سويت وراها؟ شنو اللي صار مثلا؟ المواطن عادي يدفع ال 3500 اللي انتم ما متفقين عليها مثلا؟ هي مو هي ال 1500 زياده. هاي المفروض المواطن ما يدفعها، هذا الجسر المفروض يعبر منها لانها بلاش. فهاي النقاط اللي احنا مستغربين من عندها. ابو علي من الناصريه حياك الله. شلونك؟ هلا بيك يا الغالي. شلونك استاذ؟ ما ودك شلونك؟ الله يخلي هاي الاذاعه، شلونك؟ الله يسلمك اخوي. استاذ العراق يعني انت يمكن لك يعني اشكال بي، يعني حتى البشر قام ما كنت بيعيبونه. انت تسولف لي على الجسر، هسه اكو بعد شنو؟ هسه اكو بعد ناقة من الجسر، يجي ابو الكهرباء يعني يدق الباب ابو الكهرباء. ايه يعني يزود، هو ما يجي يشوف، ما يدق الباب اللي يعني الكهرباء يزودها، يعني يزودها مال اربع اشهر خمس اشهر بالكهرباء. يعني البشر حاطينه موازنه. البشر يعني شلون الموازنه حاطينه؟ يعني ابو الساعات اللي يقرا الساعات مال الكهرباء لما يجي يطب البيت ده يقرا الساعه حتى يعطيهم ورقه الكهرباء اللي وصرفهم الشهري يزيد عليها مال ثلاث اشهر واربع اشهر؟ اكثر بالسنه بالسنتين يزود يعني زي. يعني هو ما يدق الباب يعني هو السؤال اللي ينطرح هنا يعني ابو علي هو شلون يقدر يلعب بيها؟ مو اكو ارقام واكو ساعه تفتار واكو عداد قدامك. لا هيك شوف، لا شوف لا ميزانية ولا هاي، يعني يجي مثلا لا يدق الباب عندك، هو يجي عنده يعني هو يزود عليك، يعني مثلا يزود عليك ايش قد استاذي؟ يزود عليك يعني يعني مال لو سنه لو سنتين، يعني اكو ناس ما عنده الله وكيل، اكو ناس يعني يشتغل حمال يشتغل يعني طماطايه ما عنده ببيته، يعني تكون الباب يعني شلون التخفيض؟ يعني نصب احتياط عرفت؟ الله وكيلك يعني انا وجاي اشوف عيني
يعني حتى الماء يزودونه الماء يعني على البشر، لأن يعني الفلوس هاي الفلوس وين تروح الموازنات؟ يعني الضرائب والموازنة يعني ها يعني ها أقول لك العراق يعني مصيبة يا أستاذ الله وكيلك، يعني وين ما تروح نهيبة، اطلب لك دائرة نهيبة، بالمستشفى نهيبة، بالوزارة نهيبة، يعني تروح يعني يعني أنا مرة يوم الأيام مشيت للنفوس مرة من زمان سويت الشهادة مالتي الشهادة الجنسية ايش قالوا لي؟ روح تجيب بعد معاملة، روح تجيب بعد صورة مال قيد، روح تجيب بعد بعدها صورة مال قيد، وروح تجيب بعد فايل، يعني الشهادة الجنسية كلفتني يعني لا اقول لك ما تصدقني 100 كلفتني 100 عرفت؟ كلفتني الشهادة الجنسية يعني زمرة ما اعرف شنو البشرية هاي، يعني الله وكيلك مسألة شوف استاذ احنا عايشين شوف احنا ما اكبرك ان شاء الله، انا عايش ويا اخوتي، شوف انا ما احب الطائفية، انا انسان وطني، انا ما اكل شوف يعني الدمامية ما اكل يعني، واني يعني مشتغل يعني قيام نظام يعني انا مشي لاخوتي السنة اخوتي انا كل احنا امة واحدة يعني عايش وياهم اني وما اكل ببيتهم يعني حتى ملابس يغسلوها لي يعني، انا شوف انا عايش البحيث عايش وياهم قبل جاء احكي لك انا مكان نظام يعني محترمين يعني انسان له قيمه والاحترام والشك ما عندهم عايشين وياهم وما في الديناميه وعندهم غيره عشاير، بس هذا اكو واحد يخابر منه يقول الشيعه تابع لايران، لا احنا ما تابع لايران، احنا ضد ايران، زين ايرانيات حاربناها واحنا حاربناها بالحروب مدافعا عن الوطن، مو جو ايرانيين وسووا احزاب وسووا احزاب بالعراق اول ما اجوا سووا احزاب اول ما جاوا رمان وتفجير ضد النظام ها صدام حسين، مو هم الايرانيين حالوا بينا وسفروا من النظام ها صدام حسين. ابو علي ابو علي يعني ليش ندخل بهذا الباب واحنا متهمين انه العراق واحد؟ يعني احنا دائما نقول انه ماكو فرق بين احنا ماكو فرق ابناء الشعب العراقي من شماله الى جنوبه بكافه الطوائف، احنا نفتخر بانه العراق بهاي الطوائف اللي تزينه اللي هي تعتبر فسيفساء للمجتمع. الطائفيه سوتها ايران طائفيه، انت شيء اليوم يطلع العامري تدري يوم شو يقول؟ يطلع العامري وياي استاذ وياك يطلع العامري يقول ها لا يطلع العامري هذا ماكو طائف اليوم يخطب يقول بالشرقيه يقول ضد الشيعه يقول اكو ناس يعني سووا فيري من ايران هذا جاب الحكي ها لا احنا كل احنا اخوان احنا امه واحده احنا الله خالقنا احنا الله شوف الله خالق امه واحده عرفت؟ بس انا اقول لك ذولا الله ما يحفظهم ذولا ما قتلوا حتى الله ما يحفظهم الله وكيلك ذولا ناس مجرمين قتل اكو واحد هذا ابو علي يدافع لايران ذاك اليوم يقول ذولا ها مرتزقه سمعت ذاك اليوم التستاذ ها يقول ذولا مرتزقه يعني احنا مرتزقه احنا انت دافع لوطنك يا ابو علي ابو البصره دافع لوطنك انت ليش تدافع لايران؟ طيب ترى ايران ما تحبك نعم زين تاكل فيك ايران نعم يعني ايران هي نعم شكرا 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 لك ابو علي. بس قضيه واحده لازم احنا دائما نفكر بيها وما اريد نحكي بيها ببرنامج صوتكم، انه ماكو فرق بين طائفه وطائفه من ابناء الشعب العراقي، كلهم عراقيين وكلهم يحملون جواز عراقي، ماكو هاي قضيه انه ذولا من هاي الطائفه وذولا من ذولاك الطائفه وذولا من هاي القوميه وذولا من ذولاك القوميه، هاي الشغله وجدوها السياسيين لان وجودهم متعلق بيها، وجود هاي الاحزاب والكتل السياسيه والميليشيات اليوم بالعراق متعلق بالطائفيه، فهم نظامهم نظام محاصصي طائفي مقيت الشعب العراقي كرهه، فاحنا ماكو فرق بيننا وبينهم، خلونا نكون بعيدين عن هاي التسميات، خلونا نكون بعيدين عن هاي القضايا ارجوكم. نرجع الى موضوعنا انه اليوم بالعراق اذا جسر يملكه شخص فشلون بالنسبه الى باقي مؤسسات الدوله باكر وعقبه، واليوم العراق يوميا سنة عن سنة يطلع لنا اللي ياخذ منصب رئيس الوزراء ويقول انا استلمت الخزينة فارغة. ابو زهراء من كربلاء حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. عليكم السلام ابو زهراء. ويا بدي اسال حد الان. حياك الله اخوي وياك. السلام عليكم. اسمعك غاتي.
شلونك استاذ؟ نحمد الله على كل شيء. تسمعني استاذ؟ اسمعك يا غالي. على مود الوضع احنا اللي نعيشه بهذا البلد. نعم. ابو زهراء تسمعني من التلفزيون شيء؟ انا سمعت من الهاتف. ايه تفضل. بالنسبه احنا نعيش هسه احنا بالنسبه اللي هو الانسان لازم يعيش بكرامه. تعيش بكرامه، اليوم الله سبحانه عز وجل جعل للانسان كرامه واحتياجات من كل الجوانب. الله جعلها للبشر، لازم هاي احنا ما يصير واحد هسه بالنسبه لما يجي مسؤول يلزم السلطه، يلزم مسؤوليه، او وزير او رئيس وزراء او وزير ماليه او كان ما يكون. احنا هذا المسؤول يجي عدو لهالامه هاي لهالشعب هذا، لو يجي صالح لهالشعب احنا بس نريد نستعمل. احنا لما هسه عندنا بالنسبه لهذا ارتفاع الدولار لما هذا الدولار ارتفع، زين احنا نريد بالنسبه كلامنا موجه الى وزير الماليه وذا المعنيين بهذا الشيء الاقتصاد، زين لما ارفعوا هذا الدولار، زين هذا وزير الماليه ما فكر بهذا الفقير الشاكي اللي ياخذ 200,000 بالشهر، لو ياخذ راتب رعايه ما يسوي له، يعني هذا المعوض اللي ياخذ راتب الرعايه يعطونه 100,000 دينار بالشهر ما يسوي له روحه للطبيب مره واحده، ما فكروا بهذا، زين هذا وزير الماليه وقالوا له ارفع صرف الدولار، زين ما قالوا له هذا هاي اصل البلد هذا فيه فقراء، نص الفقراء البلد بي يعني ناس بعوض ناس متعففه، زين هذا وزير الماليه لما يقعد هو وعائلته وياكل اقول هم يفكر بالفقير، ضميره احنا اليوم نحكي عن ضمير، اذا يشتغل الانسان ضميره يشتغل بداخله يفكر بالاخرين، هم يفكر بالفقير هذا الشاكر بطل الزيت ب 3000 دينار وينطونهم كل شهرين بطل زيت المواطن، يعني قطره ما سوى ما تسوي العينه. الان اتساءل زين احنا دور هذا، احنا عندنا محافظين وعندنا مسؤولين، محافظ بعد محافظ اريد هسه احنا ذولا دوائر المي ناس موقتين او عقود يوميه يسوون لنا شكل، نو موقتين نو بعقود بكيفهم يلعبون بينا، وعندنا فروقات ما 6 سنوات فروقات موقعين صار لنا 6 سنوات 4 سنوات موقعين على 430 وينطونا 350,000. وعندنا فروقات والمحافظات الباقية كلها استلمت، زين نروح للسيد المحافظ، يابا يا سيد المحافظ وين الفروقات مالتنا هاي؟ يقول والله بالمالية. روح المدير المي يابا فروقاتنا وين؟ يقول بالتخفيض. واليوم صار لنا 3 شهور واحد يذبنا على واحد، زين النزاهة وين دورها؟ النزاهة لما أنا عندي مدير نزاهة بكربلة ومتابعة، ما النزاهة وين دورها الفقراء؟ هل يتقون الله؟ نعم. هل الله يخلونا بين عيون باشر يقول وقفوهم انهم مسؤولون؟ نعم. الله سبحانه عز وجل باشر يحاسبهم ويحاسب هذه الاموال هاي الفقراء هاي الجاي، يعني جيش شنو هذا؟ هذا البلد شجاع؟ ليش هذا البلد بلد النهرين، بلد الخير، بلد الحسين ابا عبد الله، بلد امير المؤمنين؟ نعم. شكرا 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 لك ابو زهراء. عبد الرزاق من بابل، حياك الله يا عبد الرزاق. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. استاذ في العدم الفوضى ويغيب دور القانون ورقابه الدوله، حتما تنتشر الميليشيات وتفعل بالبلد اللي تريده. يعني احنا ما نتعجب من الافعال اللي يسووها بالبلد، يبنون جسر ياخذون عليه فلوس،
من مدارس بالامتحانات ويطلعوهم بالبريد، من جندي يستشهد دفاعا عن الوطن ويسوى راس اكبر رجل دين مثل ما يسموه مقدس، ويسوى اكبر راس مسؤول بهاي الدوله، وياخذون على اهله فلوس البنزين مال السياره. فيا اخي ما لا نتعجب، لانه يعني احنا ما عندنا دوله، احنا جاي نعيش بعصر الظلمات، عصر الفوضى. فهذه الاعمال اللي جاي يسووها هاي مو غريبه، يعني خير دليل الضربات مالتهم اليوم للمطار المدني، يعني ضربوا طيارات مدنيه. دول مو عراقيين اخي، دول عملاء وخونه، وهم ضد الولد ضد البلد. يعني لحد الان العراقيين يعيشون بازمات، ازمه جر ازمه، وهم ما حد بحال العراقيين. يعني الوضع الاقتصادي متدهور، الوضع الامني متدهور، الوضع الصحي متدهور، الامراض اللي انتشرت في البلد. يا اخي هم جاي يطالعون على المناصب مالتهم، فدول يا اخي ما يفكرون بالعراق، ما يفكرون بشعب العراق، دول بعيدين كل البعد عن التفكير بالوطن. هم دول مستوطنين، دول مو يعني مو ناس وطنيين، دول مستوطنين. فهم يعرفون كل زين بانه الشعب ما يريدهم، فلذلك هم يشتغلون كل الشيء يضر هذا البلد ويضر هذا الشعب. فما عندنا احنا لا عندنا حكومه وطنيه ولا عندنا ناس اشراف يقودون هذا البلد. فمع كل الاسف هاي النتائج مالته، والجاي اكثر، الجاي اكثر اذا بقوا دوله بالحكم. تحياتي لك. شكرا، شكرا لك عبد الرزاق. ابو احمد من العماره حياك الله. وانت الحين السلام عليكم استاذ. عليكم السلام والرحمه والاكرام اغاثي. الله يسلمك استاذ، شلونك؟ ابو احمد ابو العماره يعني. وياك. الله يحفظك، اشكرك واشكر قناتكم الموقعه الكريمه. استاذ رحمه على امك، وقبل قبل اول تلباحه. اي. استاذ راديو رقمي انت سعيت لي وقدمت لي ما بالكفايه. يرحم امك ابوك، قبل اول تلباحه راديو رقمي من الخارج، من النرويج، ما ادري منين، بالرساله الاخيره عندك بالرسائل مال الواتساب. نعم صحيح، مو من الخارج، من الحله، من الحله. ما اعرف. اي. اي والله فجوه اروح لك استاذ، بس اعطيهم رقمي، ما عندي انا رقم، ما اقدر اخابركم. بيومها وصلهم رقمك اخوي. ها ها ها. اشكرك استاذ. العفو اخوي، العفو. تفضل اغاتي. جزيل الشكر، جزيل الشكر. الله يسلمك اغاتي. اشكرك اشكرك، اشكرك استاذ رفعت. الله يسلمك يا غالي. والله استاذ فجوه اروح لك، كل واحد يريد رقمي ينطيه له، بلا زحمه عليك، فجوه اروح لكم. استاذ رفعت. يا رقمي خاف رقم واحد متصل من يمكم رقمي الطيور فجوا روح لكم. صار صار صار. اي والله استاذ رفل انا الله وانت. صار. اي والله تمام اخوي، اشكرك جزيل. تدلل شكرا. تدلل ابو احمد، شكرا 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 لك ابو احمد، شكرا. ابو هامل من سليمانيه حياك الله. على راسي. يسلم لي راسك. تفضل اغاتي دا اسمعك. ابو هامل تسمعني؟ الله يسلمك استاذ، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونكم وشلون الصحه؟ نحمد الله على كل شيء. الله يسلمك، بس عندي سالفه ابي اسولفها. تفضل. اسمعك. نعم اسمعك. تفضل تفضل، بس اتمنى تنصيلي صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون اغاتي انت. حبيب قلبي. حبيبي. اكو قبل زمان الملوك اكو ملك حاكم على قرية. نعم. يقول له الله جابنا عليكم، لو انت جبتوني هذا يقول له الله جابك علينا يذبحه. يجيب الاخر يقول له احنا جبناك هم يذبحه، فاكو واحد يفتهم. فقال له هذا راح يخلص القرية، خلنا اروح انا عليه. والله كان يروح عليه قال له احكي الله جابنا عليكم لو انتم جبتوني. قال له والله لا الله جابنا عليكم ولا احنا جبناك. قال له لا عشان جابني. قال له سوء اعمالنا، احنا سوء اعمالنا اللي جابتك علينا. احنا العراقيين لو تكاتف ايد واحده وقلب واحد مثل ما يقول ما صار لنا اللي صار هيك. نعم.
ما صار بين اللي صار يعني يعني كل من يمخذ الخيط وطالع قبل هذاك بصفحه وهذا بصفحه ذاك على الشكل وهذا على الشكل وتهنه مثل ال 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 القرقان بالمي ما نعرف يا نركض عليه ما حد يدير النبال فمسؤولية القضائيه القضائيه كل شهر لو يدين طحينات لو يدين شكلات لو يدين ادهنات يعني حتى عائله عندي 14 نفس الله يشهد علي اطلع عماله اركب واجيب لحلقهم وما لاحد عليهم نعم يعني ما يرهم هذا الحد ما يرهم قضائيه عوبنا من السياسه وعوبنا من القضائيه عدتها كامله للمواطن حتى يستعين بها ياكل لقمه والسلام عليكم. شكرا شكرا لك ابو هامل. ابو مروه من كربلاء حياك الله. الله يحييك شكرا استاذ عفر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا جزيلا اخي. بالنسبه للفساد هم اعترفوا انه اسسوا ثقافه الفساد بالعراق فراح يجي يوم اذا الله مخلينا طيبين راح يشيب راسنا من الفساد اللي راح نعرفه وراح نشوفه وما خفي اعظم والمخفي هواي اخي العزيز هذا كله المعلن اللي ندري به لكن اللي ما ندري به الله وراح يجي يوم ان شاء الله كل هذا نفتهم به هاي حاله. انا عندي ملاحظه من فضلك من رخصتك. نعم. يعني انا شخص مستمع ومشاهد للقناه احب اسمع هموم العراق. اكو بعض المتصلين انا من فضلك يعني بدون فضوليه يعني انا دا اتحدث تفضل الحديث اكو بعض أغاتك ربك عيوني أكو بعض المتصلين يحجون بأمورهم الشخصية يا أخوان كل إحنا ممتلئين بالمشاكل كل إحنا ممتلئين بأمراض وعوز وفقر وكذا لكن خلونا نركز على مشكلتنا الأساسية وهي العراق 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 إذا من الشرق للغرب إذا ركزنا على مشاكل نعم يبدو أن الاتصال يا أبو مروة انقطع. يعني الرسالة اللي حب يوجهها أبو مروة أنه يقول أنه بعض المتصلين يتكلمون بمشاكل شخصية ويحجون في اتصالاتهم لشخصنة الأمور لكن ماكو تركيز على قضية العراق وما يحصل بالعراق. نعم المشكلة اللي موجودة بالعراق يعني فلنفرض هسه نجي معتقلين اللي داخل السجون سببهم راح يقولوا لناس مثلا مخبر سري أو ظلم النازحين سببها أنه ماكو تعويضات أو مدنهم مدمرة نتيجة أنه ماكو مسؤول أو سلطة تسأل عنهم وتمشي حالهم المعتقلين ماكو مسؤول يدافع عنهم ويعطيهم حقوقهم الناس البسطاء أيضا ماكو من يدافع عن حق البسطاء في هذا البلد من قبل الطبقة اللي تعتبر نفسها هي الطبقة الحاكمة من 2003 إلى اليوم. ابو عراق من الفلوجة رجع لنا مره ثانيه حياك الله يا ابو عراق. السلام عليكم اخوي استاذ افن. عليكم السلام والرحمه والاكرام. استاذ افن ولو شويه اطلع من الموضوع اليوم عمي خلي يبوقون خلي يسوون اشكال ولا بكيفهم بس انا من خلال هذا المنبر اقول لهم يا حكومه اذا عندكم ذره من الغيره اخونا ابو احمد جاي ناشد من العماره هاي خمس مناشدات يناشد اهل الغيره يعني انت الحكومه ما عندكم غيره وهذا جاي يناشدكم بالانسانيه ويقول لكم حالتي يرثى عليها يعني ما تدري لكم عمل زين تسوونه يا ولو يا حكومه كافو الله هذا اخونا واقع لو ما اموره متهوره والله ما يناشد هاي المناشده ولكم يا حكومه صدوا على الناس هاي ترى تاليها وياكم مو خوش والله مو خوش وياكم والله راح تنتهون ولكم سجلكم موقف مشرف بس انتم ليكم مواقف استاذ افل نعم وبالنسبه شلت الجسير يا اخي العراق جاي يتطور الجسير ومنصات هاي الصواريخ بكيفهم والطيارات المسيره عمي هذا ابداع عندهم يعني شيء فوق الخيال يا استاذ افل من الضحيه بها؟ الضحيه الشعب العراقي اما هم مترفين ولدهم بنعيم عوائلهم بخير
يسألون على الشعب يا أستاذ أفل. أحنا إذا ما تراحم بيناتنا الشعب والله والله راح نتأذى. خلي رحلة بقلوبنا، خلينا واحد يباوح الثاني، واحد يشوف أساس الثاني. أما الحكومة يا أستاذ أفل غسل يدك من الكسع، ماكو. لا تقول لك حكومة، أكو أحزاب عمي، أحنا تحت أحزاب وتحت ميليشيات وتحت عصابات، ماكو حكومة. حكومة راحت انتهت ولا 19 سنة 20 سنة بتدخلنا بيها، شنو اللي عمره غير الخراب والفساد؟ وهاي جابون الحبوب، شنو اللي يشوفون اياه؟ اكو شيء بعد يشوفون اياه؟ الله ينتقم منهم ان شاء الله، الله ينتقم منهم، الله ينتقم منهم. انا اشكرك اخوي. شكرا شكرا لك ابو عراق. فقبل ما اقرا الواتسابات، هاي معتقلين نازحين، الناس البسطاء اللي مدى يلقون لقمة عيش، شنو سببها انه ماكو مسؤول يدافع عنهم ويعطيهم حقهم؟ ايضا عاطلين عن العمل، او الخريجين او الاساتذة او المحاضرين، ليش حالهم هذا الحال؟ لانه ماكو وزارة تدافع عنهم. الطلاب اللي العراقيين اللي موجودين مثلا في لبنان وسوينا حلقة عنهم، ليش هذا حالهم؟ لانه الوزارة ماتهم هي اللي نكتت بيهم. يعني يجي يقول لك احنا امرنا هسه الكرة بملعب الوزارة، الوزارة تحل لنا امرنا بدقيقة بجرة قلم، بس ما دارت لهم بال. فأبو علي من الناصرية والأستاذ عبد الرزاق لما نتكلموا وقالوا أنه أكو هواية ناس يتكلمون عن أمورهم الشخصية، خلي نفكر بالعراق، لأنه إذا تخلصنا من هاي العملية السياسية وجدتي حكومة وطنية، كل هاي المشاكل المفروض تنحل. بالنسبة إلى الواتساب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي، نطلب النظر لحال الأبرياء في السجون، من ضمنهم والدي دخل السجن ظلم بسبب قطعة أرض أقاموا عليه دعوة كيدية بتهمة 4 إرهاب. يعني أي شخص يريد يأخذ حقه من شخص آخر يقيم عليه تهمة 4 إرهاب. حسبنا الله ونعم الوكيل. وحضرت القاضي حكمه مع العلم أن الشهود الذين شهدوا زورا كانوا من عائلة واحدة، وأحد الشهود يبعد عن مكان التهمة 300 كيلو، وكانت شهاداتهم أو أقوالهم مختلفة. الخلاصة، خطف باسم القانون. نناشد هادر زيج وحكومة الأنبار المحلية أن ينظروا في هذا الأمر. رسالة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله لقناة الرافدين البطلة. رسالة صوتية، أعتذر منك أخوي العزيز، ما عندي إمكانية لتشغيل رسالة صوتية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي أفل، إنما يحصل في العراق يعبر وبشكل واضح عن مفهوم اللا دولة واللا نظام والهمجية بكل أشكالها، ولا خلاص إلا بالوعي ومعرفة الحقائق والتعاون بين أفراد الشعب على نشر الوعي والفكر والمعرفة حتى يكون القرار للشعب، وعندما يقرر الشعب يخضع العملاء. تمنياتي لقناتكم البطلة وكادرها وشخصك الكريم بالموفقية والنجاح. أبو تقى من العراق. السلام عليكم أستاذ أفل يا محترم، بالنسبة لقصف ميليشيات إيران مطار بغداد الدولي، لأن العراق يحكمه ميليشيات وما يسمى رئيس وزراء، نايم على أذانه. أخوكم أحمد من مصر من المحلة الكبرى. السلام عليكم. هو أنت حاير بالجسر تشوف مصيبة الصواريخ اللي على المطار وضربان الطيارة، أدري الطيارة راح يسووها منتجع وبكذا مليار، هو العراق خربان وما تصير لشارة. وتحياتي لكم. وأحلى شيء يطلع وزير الدفاع يقول صاروخ صاروخين ما يأثران بالشهر على هيبة الدولة، مدى يوزع شوكليت. السلام عليكم أستاذ أفل، تحية لك ولكادر القناة المجاهدة. موضوع الجسر أكيد تابع الواحد من رؤساء الكتل السياسية، لأن العراق لا يوجد به قانون، صارت لبو ذراع القوي يأكل الضعيف، لأنه إذا أكو هناك قانون لما تعرض مطار بغداد لهذه الصواريخ، رئيس الوزراء ضعيف الشخصية لا يستطيع كبع جناح خارجين عن القانون. والدليل قصف منزله، ما هو الإجراء؟ لا شيء، ما شكو شيء صار، تحقيق، مجرد أجرينا تحقيق. أخي أستاذ أفل، انسى العراق بهذه الوجوه والأحزاب، ذاهب نحو المجهول، والله المعين لهذا الشعب المسكين. وشكرا. أخوكم أبو مالك من أمريكا. رسالة أخرى، أخويا أظهر هذا الفيديو على الشاشة. أخويا العزيز، أرسلت لك أرقام أنت ترى، والله تابعتهن من الشاشة ودزيت الكيان وكتبت لك وقلت لك يا أخويا دزهن على هاي الأرقام، بالنسبة إلى هذا الجهاز ما أقدر أظهر بي فيديو على شاشة الرافدين. فعندك رقمين دزيت الكيان أخويا العزيز، دز عليهن وتدلل وتؤمر أمر إن شاء الله، وما يكون خاطرك إلا طيب. وعندي شخص آخر دا يتصل على الواتساب
همنا اعتذر منك اخويا، رقم الواتساب ما يسمح للاتصال فقط للرسائل، فاذا عندك رساله دزها. رساله اخيره وصلتني، السلام عليكم استاذ افل. لما يعاني العراقيين من حاله سيئه الى أسوأ، لما لا توجد قنوات فضائيه اخرى الى جانب قناتكم للتنديد بواقع العراق؟ اين انتم يا عراقيين من هذا؟ مشاهدينا الكرام، العراق ما شاء الله بمشاكل هواية وببلاوي هواية، ومن ضمن هاي البلاوي طلع اكو جسر مملوك الى شخص، فلا تستغربون باكر عقبة اذا طلعت وزارة الدفاع مملوكة الى شخص، واذا طلع شارع السعدون مملوك الى شخص، واذا طلعت فلكة مملوكة الى شخص، لانه اذا جسر وهو من المفروض من الطرق العامة ومتابع الى مؤسسة المواصلات العامة او السكك والطرق العامة ومتابع الى وزارة التخطيط، تابع للدولة العراقية، يطلع مملوك الى شخص، فما بالك بمؤسسات الدولة العراقية الثانية. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله. في أمان الله.